تمتد جذور الحراك الشعبي في البحرين إلى العشرينيات من القرن الماضي، بمطالب وأمال لا تختلف في محتواها عن الحرية والعدالة والسيادة والمشاركة السياسية والعيش الكريم، وتبرز المطالبة بالديمقراطية بين عقد وآخر على سطح صراع غير المتكافئ بين سطوة السلطة وسلمية الشعب في مسلسل من الأحداث والتراكمات ومن التضحيات والعطايا الجسام من أجل أن يكون الشعب مصدر السلطات. تمر السنوات والشعب يسطر المجد ويقدم من أجل الحرية، وعرفه التاريخ في ثورة الغواصين في عام 1919 وفي عام 1932 وفي حركة هيئة الاتحاد الوطني في عام 1954 وفي انتفاضة الخامس من مارس عام 1965 وفي احتجاجات السبعينات والثمانينات وفي انتفاضة الكرامة في التسعينات عام 1994 إلى عام 2000. ومن رحم كل تلك التحركات الحرة تولد الوعي والنشاط السياسي، وأصبح الشعب عصياً على الالتفاف، وأصبح أكثر إصراراً على الإصلاح والتغيير. ففي مطلع الألفية الثالثة، وحين لاح بصيص من أمل نيل الحرية ومن أجل بناء الوطن وتحقيق الديمقراطية والمشاركة السياسية، صوت الشعب على ميثاق العمل الوطني في عام 2001 بترجيح من أصوات المعارضة وشارع الأغلبية المعارض الذي يخرج متسامياً على الجراح ومتناسياً كل الألام ومقدماً حرية ومصلحة الوطن، لأن شعب البحرين هو الشعب التواق للأمن، التواق للخير، التواق للحفاظ على مكتسبات بلده وأمنه. الوفاق وليدة كل تلك التضحيات والتاريخ المعمد بدماء الشهداء تدخل برمزياتها المضحية وانتمائها الوطني لتواصل الحراك الشعبي من أجل بناء الوطن عن طريق تحقيق الديمقراطية، وتسجل مع شركائها في الوطن من قوى المعارضة الموقف تلو الموقف حول إصدار دستور عام 2002 غير المتوافق عليه، ومن كل التحولات التي أعقبت التصويت على الميثاق. إنني في اليوم الذي أخشى من أحد، أمير أو ملك، أنزع هذه العمامة وأترك هذا الدرب. ففي كل المحطات تسجل الوفاق مواقفها المركزة على بناء الوطن وتحقيق الديمقراطية، لذلك جاءت المشاركة في الانتخابات البلدية في عام 2002 والتي كشفت عن حجم المعارضة، كما سجلت الوفاق موقفاً آخر من أجل الديمقراطية بمقاطعة الانتخابات النيابية في نفس العام. سعت الوفاق إلى بناء الوطن من خلال تأسيس العمل البلدي، ونجحت في تجاوز عقبات القوانين المعطلة له، ولم يتوقف حراكها السياسي من أجل الإصلاح الدستوري وفي متابعة الملفات السياسية بالتحالف مع قوى المعارضة حتى جاء العام 2006 ليكون قرار الوفاق الدخول إلى المجلس النيابي وتشكيل كتلة الأغلبية على الرغم من عدم إنصاف الدوائر. ذاهبون للمجلس من أجل مصالح هذا الوطن ومن أجل خير هذا الوطن وخير أبناء هذا الوطن، من أجل إنجازات تتحقق يتلمسها الناس، ونحن نشعر بالحاجة السياسية إلى ذلك للوطن. أقول للجميع والحكومة في المقدمة، إذا لم يستطع هذا المجلس في الأربع سنوات القادمة أن ينجز ما يرضي الناس ويفتح في قلوبهم الأمل، ستكون البحرين في مرحلة صعبة جداً جداً بعد هذه الأربع سنوات. إذا شعر الناس بالإحباط وأنه ليس هناك من تقدم يشعرهم بالأمل في سكنهم، في مرتباتهم، في علاجهم، في تعليمهم، في حرياتهم، إذا لم تعطوا الإشارة بأن هذه التجربة تعطي تقدم نحو ما يطمحون ونحو ما يأملون، سيرتد الجميع. وأقول لكم في ذلك التاريخ، لن أستطيع أن أمسك العصاة من النصف، ولن أستطيع أن أوقف تمرد هؤلاء الناس وهم يطالبون بحقوقهم. من أجل الوطن ومن أجل الجميع علينا أن ننجح هذه التجربة. وبعد أداء جسد معنى الوطنية والسعي نحو بناء الوطن بالديمقراطية وكشف الفساد وتحقيق المكتسبات للوطن، عادت إلى المجلس النيابي في عام 2010 تحفها ثقة جماهيرها العريضة.
الوفاق تعاصر الواقع السياسي وتتصدر صناعة تأريخ الحراك من أجل حرية. لذلك كانت في قلب ثورة 14 من فبراير عام 2011، فكانت من الشعب إلى الشعب. لذلك ومن أجل الديمقراطية وبناء الوطن اتخذت موقفها المشهود باستقالة كتلتها من المجلس النيابي، وكانت متواجدة بشخصيتها وجماهيرها في اعتصام دوار اللؤلؤة التاريخي وفي كل مفاصل الثورة، ولم تغب عن مشهد الحراك للحظة، بل كانت المتصدر في أعتى الظروف وأحلاكها. ولعلها كانت فريدة إلى جانب رمزياتها بمواقفها حين المحنة في فترة السلامة الوطنية. الفكرة الأولى التي ستحكمنا: لن نستسلم للجيش، لن نستسلم للعسكر. خرجت الوفاق بتجمعاتها السلمية تواصل الحراك وتساعد الحراك في التجمع تلو الآخر، وتؤكد بأن الثورة لم ولن تنتهي إلا بالديمقراطية التي تبني الوطن. فاستمرت في الحراك وتصدرته ولم تغير مواقفها المبدئية، تنزل للشارع وتصنع أقوى ملاحم الشعب في مسيراته واحتجاجاته، وتصر على حق التظاهر. تتحرك سياسياً وتفاوض وتحاور، ولا يغير من مبدئيتها أي متغير سياسي، فهي من الشعب ومن أجل الشعب، لا تساوم ولا تلين. وعلى طريق السعي نحو تحقيق الحرية والديمقراطية وفي إطار النضج في العمل الوطني والحراك السياسي وتثبيت المطالب الوطنية العادلة، قدمت قوى المعارضة بمبادرة وثيقة المنامة التاريخية. وثيقة المنامة هي الرؤية السياسية للقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة لتحويل البحرين إلى دولة حقيقية ديمقراطية، ودخلنا الحوار كجزء من العملية السياسية لتحقيق هذه الرؤية، لننقل البحرين إلى دولة الشعب مصدر السلطات صاحب السيادة. لتؤكد سعي الوفاق والمعارضة نحو بناء الوطن بتحقيق الديمقراطية. ستبقى هذه الجبهة واعية لكل ألاعيب السلطة وإعلامها التخريبي، رافضة لأي استجابة لمطالب السلطة في تفتيتها لحمة هذا الشعب، وستبقى جماهير الشعب المجاهدة على جهادها وتراصها وبذلها وتضحيتها حتى تحقيق النصر، دون أن ترتد بها عن طريقه كل المحاولات، وإن النصر لآت بإذن الله.